ارفع السبابة وقل ما أشهد أن لا إله إلا الله. ارفع السبابة إلى السماء وقل أشهد أن لا إله إلا الله. هيا قل أشهد أن لا إله إلا الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله. هيا بصوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سأخرج من هذا الجسد، سأخرج من هذا الجسد طائعا لله عز وجل ومتبعا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيا بإذن الله عز وجل، إن كنت صادقا فالله سبحانه وتعالى سيسهل عليك الخروج، وإن كنت كاذبا فالله عز وجل سيلقي بك في النار. هل ترضى أن تدخل النار؟ هل تحب النار؟ هل تحب النار؟ هل ترضى للنار؟ هل ترضى يا عبد أن تموت وأنت على النار؟ هل ترضى يا عبد أن تموت أن تدخل النار؟ نارا تتلظى وقودها الناس والحجارة، قهرها قعرها 70 عاما، هل ترضى هذا؟ إذن تريد الجنة؟ تحب الجنة؟ هيا قل معي: اللهم إني تبت إليك توبة نصوحا. هيا قل: اللهم إني أسلمت لوجهك الكريم. اللهم إني أسلمت لوجهك الكريم. هيا بسم الله قل. هيا هيا هيا، والله إن والله أعلم لفيك خير بإذن الله، بإذن الله لفيك خير، لكن المشعوذين والسحرة ضرموك وأرسلوك وكبلوك وسلسلوك، صح؟ حارس لسحر أسود، تعديتم لسنين طوال، ظلمتم لسنين طوال، ظلمتم لسنين طوال، منعتم الزواج وطلقتم النساء وأمرضتم الأجساد. هيا 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 تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله واخرج طاعة لله ولرسوله، تب إلى الله عز وجل واخرج طاعة لله ولرسوله. أمرضتم سنين طوال، 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 تسببتم في الجنون، تسببتم في الجنون، ألا تخافون الله، ألا تخافون الله، ألا تخشون الله، ألا تخشون الله، ألا تخشون الله، ألا تخافون من الله حين تقفون بين يديه، تقفون بين يديه أنتم وهذه الإنسية، فتقول يا ربي، فتقول يا ربي هؤلاء الجن ظلموني فخذ حقي منهم، فيأمر الله عز وجل ملائكة العذاب. اسمع، فيأمر الله عز وجل ملائكة العذاب، فيأمر الله عز وجل ملائكة العذاب، فيجرونكم إلى النار جرا، فيجرونكم إلى النار جرا. هيا تب إلى الله.